السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يترك الإسلام جانبا من الحياة إلا ووضع له التصورات والحلول الكفيلة باستقام الحياة البشرية وتحقيق الخلافة الربانية في الأرض وفق مراد الله. المرأة، وفي سياق التكريم الرباني للإنسان، جاء الإسلام بتصور جديد رفع من أسهمها في المجتمع، تصور أحدث ثورة على المواقع المنحطة التي وضعت المرأة فيها قسرا في مجتمعات وحضارات ما قبل الإسلام. فرض الإسلام الحجاب على المرأة وفرض غض البصر على الرجل في رؤية أراد الشارع بها صيانة الفطرة الإنسانية وصرف نوازع الشيطان عنها، بما يحقق تكاملية العلاقة في المجتمع بين الجنسين على أساس من الطهارة النفسية والحسية. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد، نسلط فيها الضوء على الحجاب كعبادة إسلامية تؤدى بوعي إيماني يحول دون تحولها إلى عادة مجتمعية تتأخر عن تأدية الغرض من هذه الشعيرة. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الدكتور أحمد السعدي، عميد كلية الشريعة في أكاديمية بشك شهير بإسطنبول. أهلا ومرحبا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، الإسلام جاء بجملة من المفاهيم والتشريعات والتصورات للحياة كلها في كافة جوانب الحياة، ومن ذلك المرأة، وعلى رأس هذه التشريعات التي خصت المرأة ربما يكون الحجاب. نريد أن نفهم يعني الحجاب، ما هو الحجاب، ما معناه بشكل عام كمفهوم؟ نعم، وفي اللغة العربية من المعلوم أن حجب بمعنى ستر. الله عز وجل يقول وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وبينهما حجاب يعني ساتر. فالحجاب المقصود به الستر. حينما نربط ذلك بالمرأة فالمقصود أن تحجب المرأة مفاتنها عن الرجال، هذا باختصار. يعني نقول أنه تحجب مفاتنها، يعني هنا ربما أحيانا يكون التحرير معنى المفاتن، وصار هناك حديث كثير خصوصا في الآونة الأخيرة، سنأتي على ذلك. لكن بداية أريد أن أسألك عن ضمن البناء الهرمي العملاق الكبير للإسلام في مجال التشريعات والأحكام والأخلاق والعبادات إلى آخره، أي منزلة يحتلها الحجاب، وما الأهمية التي يشغلها في ساحة التشريعات؟ يعني ينبغي أن ننظر إلى التشريعات الإسلامية كلها نظرة شمولية. من الخطأ بعض الناس يقول الحجاب قيد للمرأة، منع تطورها كذا، الاقتصاد الإسلامي، البنوك الإسلامية لم تحقق ما يصبو إليه الاقتصاد الإسلامي. الحقيقة الإسلام كل متكامل، لابد حتى نفهم يعني عبادة من عباداته أو موقفا من مواقفه أن نفهم الإسلام ككل، حتى نفهم الجزئية في ضوء الإسلام العام. هنا نحتاج حتى نفهم موقف الإسلام من الحجاب أن نفهم موقف الإسلام من علاقة الرجل بالمرأة، موقفه من إنشاء الأسرة، موقفه من الحركة الاجتماعية عموما. فالإسلام خلق الرجل الله عز وجل خلق الرجل والمرأة وجعل بينهما علاقة بحيث يشد أحدهما إلى الآخر لكي يكون التناسل، ومن وراء ذلك تدوم الحياة. هذا جعل الشهوة التي في نفس الرجل وكذلك التي في نفس المرأة شيئا أو سلاحا ذا حدين، يمكن أن يدفع باتجاه بناء الحياة الشيء المقدس والمهم لاستمرارها، ويمكن أن يكون يحمل في طياته بذور انحلال المجتمع وافتراقه. من هنا كانت المرأة في الحقيقة في هذا البناء الاجتماعي هي الأساس، لأن الرجل إذا ما يعني بنى علاقة زوجية سليمة مع زوجته فهو مسؤول، وهو أمام مسؤوليات عظيمة يمكن أن يستصعبها. وبالتالي حتى يجعل الشارع له شيئا يحضه على استمرار التعامل مع امرأته،
جعل هذه الرغبة رغبة نفسية داخله، وجعل المرأة بجمالها أو بدلها أو قادرة على جلب الرجال لأجل أن يحقق هذه المصلحة الإنسانية العليا. لكن خارج مؤسسة الزواج إذا قامت هذه العلاقة فهي ستقضي على المؤسسة التي أرادها الشارع لاستمرار الحياة، وبالتالي ستعم الرذيلة وسيقضى على المجتمع في حقيقة الأمر. من هنا كانت المرأة بمفاتنها وجذبها للرجال عنصرا مهما جدا في استمرار الحياة البشرية، وهو من جانب آخر إذا يعني لم يضبط يمكن أن يكون عنصرا في انحلالها، فهو سلاح ذو حدين. من هنا أوجب الإسلام الحجاب على المرأة، وذلك كي تحمي نفسها أولا، وكي تحمي الرجال ثانيا، وكي تحمي المجتمع ثالثا، وكي تحمي الحياة رابعا من أجل استمرارها، حتى يكون هذا الحجاب مميزا بين المرأة التي يمكن أن تتساهل في علاقاتها خارج الأسرة التي جعلها الله عز وجل مؤسسة لاستمرار الحياة، وبين المرأة التي تريد بناء الحياة واستمرارها. طبعا يعني أنت ذهبت بنا باكرا ربما عن التصور الإسلامي للمرأة وكذلك مقاصد الحجاب، وهذا يعني ألتمس منك تأخيره إلى ما بعد الفاصل ربما في المحور الثاني، ولكن لا بأس، يعني فهمت منك أن الحجاب يمثل قضية ربما وجودية للمجتمع الإسلامي بحسب ما فهمت منك دكتور. ولكن قبل ذلك، قبل أن نذهب إلى المقاصد بعد قليل، ذكرت جنابك أن الحجاب يعني هو هدفه تغطية مفاتن المرأة. نريد أن نحرر معنى المفاتن، لأن هذه المفاتن قضية نفذ منها الكثير من الطاعنين بالحجاب من خلال هذه النافذة، موضوع المفاتن. ما مفاتن المرأة؟ يعني هو للحق يعني الله عز وجل فطر المرأة على أن تكون جاذبة للرجال، هذه فطرة. وبالتالي عندما أقول لك مفاتن المرأة، فكل شيء في المرأة يمكن أن يفتن الرجال. المشكلة ليست مشكلة هذا الجزء أو ذاك. أنا أضرب لك مثالا، يعني الآن جمهور الفقهاء على أن الوجه ليس بعورة وأن الشعر عورة، لكن لو ذهبنا وثقبنا ثقبا في حجاب المرأة من الوراء وظهر منه بعض الشعر، هل يمكن أن يكون هذا الشعر فاتنا؟ مع ذلك أوجب الإسلام حجبه، في حين أن الوجه قد يكون فاتنا. الموضوع هو موضوع أن تكون المرأة قادرة على أمرين: أولا الحفاظ على نفسها من نظرات العابثين، وثانيا الحفاظ على استقرار المجتمع بعدم تطلع الرجل إلى إقامة علاقات خارج إطار الأسرة. فكل شيء تفعله المرأة يحاول أن يقرب الرجال إليها ينبغي أن تبتعد عنه، أقصد الرجال الأجانب، وكل شيء يمكن أن يحفظها ويحفظ هذه العلاقة السليمة بينها وبين الرجل فلا مشكلة في ظهوره. يعني الآن مثلا لو ظهر وجهها ولم تخش ممن حولها أن ينظر إليها نظرات ربما يترتب عليها سوء، فلا مشكلة في ذلك. إذن العبرة ليست في عبرة هذا الجزء فاتن أو هذا الجزء. لذلك القرآن نبه على بعض الأمور وهي من ضمن مفهوم الحجاب، مثلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآن هي ساترة تلبس شيئا يمنع، لكن الصوت يشير إلى شيء قد خفي تحت الحجاب، حتى هذا نبه إليه القرآن. يعني المقصود أن لا تلفت نظرا سيئا، لا أن يعني نقول مثلا هذا الجزء أو هذا الجزء أو هذه الحالة وتلك الحالة. تدخل هنا النية والعرف الاجتماعي في تحديد ذلك بدرجة كبيرة، كما إن شاء الله خلال الحديث عن ضوابط الحجاب سيتبين هذا بشكل أوضح إن شاء الله. طب إذا استندنا إلى مفهوم الفتنة، هل يفهم من هذا
حتى يعني نسبية التطبيق، نسبية تطبيق الحجاب، بمعنى أن المرأة إذا كانت إذا ما كانت المرأة قبيحة أجيز لها أن تكشف عن وجهها، أن تسفر عن وجهها، وإذا ما كانت جميلة فاتنة ذات مواصفات يعني تفتن الرجل، فوجب عليها أن تستر وجهها. يعني لا أريد أن أدخل من البداية في تفاصيل الأحكام الفقهية، نحن ما زلنا الحديث يعني المفهوم. نعم، الحقيقة من خلال مقاصد الحجاب التي سنتحدث عنها سنرى أن المطلوب من المرأة هي تحقيق هذه المقاصد، وبالتالي قد تكون المرأة كما ذكرت، وهذا يعني حاصل عند بعض النساء، لو خرجت إلى أوروبا تكشف عن وجهها لأنها تعلم أن غطاء وجهها هناك قد يسبب إشكالا ولا يحقق الغاية من الحجاب، وهي إذا كانت في بلد مثلا يشيع فيه غطاء الوجه فإنها تضع غطاء الوجه حرصا على يعني أن لا تكون خارمة للمقصد الذي قصد من الحجاب. إذن يمكن أن نقول أحيانا حتى لون الحجاب، حتى شكل الحجاب، حتى نحن نريد الغاية، تحقيق الغاية، فإذا تحققت الغاية كان هذا هو مقصد الحجاب. طب هنا أذهب معك إلى ضوابط ومحددات الحجاب، وهل ثمة اختلاف يختلف الحجاب باختلاف الزمان والمكان من حيث ضوابطه وشكله ومحدداته؟ سألتني طالبة مرة في كلية الحقوق عندما كنت في دمشق، يعني سألتني عن حدود الحجاب، وهي لم تكن يعني ملتزمة بأدنى حد من لوازمه، فقلت لها إن كل خطوة تخطوها الفتاة المسلمة نحو المزيد من ستر جسدها هي خطوة مباركة. الحقيقة أحيانا تكون بعض النساء اللواتي لا يضعن على شعورهن حجابا أشد حشمة من بعض النساء اللواتي يضعن حجابا على شعورهن، ويتهاور يعني يجدون من السهولة أن يكشفن أجزاء أخرى يظنونها أنها ليست من مفهوم الحجاب. الحجاب من الخطأ الشنيع الذي يظنه بعض الناس أن هذا الحجاب هو ما تضعه على شعرها، وقبل قليل تحدثنا أن الشعر بحد ذاته ليس يعني قد يكون غيره أكثر سببا في الفتنة، لكن لأن الشعر يحتاج إلى وضع شيء إضافي على اللباس ظن بعض الناس أن الحجاب هو هذا الذي تضعه المرأة على شعرها. الحقيقة حجاب المرأة هو لباسها الساتر الذي يسترها عن رؤية الرجال الأجانب، سواء منه جزئية غطاء الشعر أو غطاء اليدين أو إلى آخره. انطلاقا من تصور الإسلام ونظرته للمرأة ولطبيعة المجتمع ولعلاقتها بالجنس الآخر، وهو ربما ما نتحدث عنه أيضا بشيء من التفصيل بعد قليل، ما الوجه الاختلاف بين الحجاب الإسلامي وبين الحجاب الذي كان موجودا حقيقة في الحضارات السابقة وحتى قبل الإسلام؟ ما وجه التمييز بينهما؟ وفي الحقيقة الحجاب كان موجودا في الديانات السابقة، وقد أشارت التوراة في العهد القديم موجود في الشرائع يعني التي سبقت، في الشرائع السابقة موجود الأمر بالحجاب، وأيضا كان معروفا عند العرب قبل الإسلام، ذلك ربنا تبارك وتعالى قال يدنين من جلابيبهن، وقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني في أشياء كانت ثم جاء الإسلام ليوجهها، كان هناك نوع من الحجاب موجودا سواء في الشرائع الأخرى أو كان قبل الإسلام عند العرب، وذلك لأن المرأة منذ خلقها الله هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يعني إذا بدت ما يجذبها إلى الرجال، أبدت ما يجذبها إلى الرجال، تأذت هي وتأذى المجتمع، فلذلك كان حرص الحكماء والديانات السابقة على أن تستر المرأة مفاتنها. لكن القرآن حدد أمورا إضافية، يعني مثلا طالب المرأة بأن تدني الحجاب الذي تضعه على رأسها بحيث يغطي صدرها أيضا، مما يشير إلى أنه قبل الإسلام كانت المرأة لا تغطي صدرها، يعني كانت تضع ذلك على رأسها دون أن تنزله فتحجب صدرها مثلا. الإسلام في الحقيقة طالب المرأة لا سيما
غير المرأة العجوز التي ربما يكون هناك استثناء في حجابها، طالبها بأن تستر جميع أجزاء جسدها مع الخلاف المعروف عند الفقهاء في الوجه والكفين، أما باقي أعضاء الجسم ينبغي أن تستره كله. فهو الحقيقة ليس المقصود أن تستر جزءا معينا أو أن يكون ذلك شعارا أو أن يكون ذلك علامة، إنما المقصود بأي لباس تلبس، بأي شكل تلبس، أن تحجب هذه التفاصيل التي ربما تشد الرجال إليها فتسبب السوء لنفسها وإلى المجتمع كما ذكرنا. هذا التشديد وهذا الاهتمام وهذا التركيز على قضية الحجاب وعلى قضية إيلاء المرأة من نفسها، يعني هذه القضية أهمية، ربما مرتبط بتصور الإسلام الكلي للمرأة في المجتمع. نريد أن نبحث هذا بعد الفاصل لو أذنت لي أن أذهب إلى فاصل. هذا فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث عن موضوع الحجاب بين العبادة والعادة. أجدد ترحيب بكم دكتور أحمد. حياكم الله. الحديث عن هذا الموضوع يقودنا إلى الرؤية الكلية للإسلام للمرأة، التصور الذي جاء به الإسلام. يعني دكتور جنابكم يعني تعرف أنه يعني ما قبل الإسلام كان للمرأة وضع معين في كثير من المجتمعات والحضارات، حتى التي بلغت شأوا في المدنية كانت المرأة لا تحظى بقيمتها إلا إذا كانت حرة ونبيلة، وحتى عندما تحظى بهذا الحق فإنها دون الرجل. جاء الإسلام بثورة مفاهيمية في هذا الجانب. نريد أن نعرف التصور الكلي للإسلام للمرأة، كيف يراها وكيف يراها في المجتمع. هو في الحقيقة يعني الإسلام ينظر إلى المرأة كما ينظر إلى الرجل، يعني الإنسان مخلوق من أجل أن يكون خليفة على هذه الأرض فيشارك في عمرانها، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وكما ذكرت أنت، في الجاهلية كانت النظرة إلى المرأة مختلفة، وكذلك ليس فقط جاهلية العرب، بل إنه حتى القرن الثامن عشر أذكر أنه يعني قرأت أنه قد عقد مؤتمر في فرنسا للنقاش حول هل المرأة إنسان أم لا يجوز أن نلحقها بصنف الإنسان. هذا إلى عهد قريب، يعني قبل الثورة الفرنسية. الشيء العجيب، هذا النظرة الدونية إلى المرأة، جاء كما ذكرت، جاء الإسلام ليقدم مفهوما جديدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ومفهوم أن المرأة إنسان كالرجل تماما، مطلوب منها أن تشارك في خلافة الأرض، مطلوب منها العمران، وسط توزيع مهني منطقي كما هو الأمر في كل مؤسسة. الآن لو كل يعني العمال في مؤسسة معينة كانوا مديرين أو كانوا مثلا عمالا عاديين أو لا تستقيم المؤسسة. نظر الإسلام إلى المرأة على أنها مشارك في صنع الحياة، ولكن لها مهمة عظيمة، وأن الرجل مشارك في صنع الحياة وله مهمة عظيمة. بتكامل هاتين المهمتين تستطيع الحياة أن تستمر. فجعل المهمة العظيمة في جلب الرزق والعمل في مناكب الأرض، جعلها من وظيفة الرجل، وجعل إنجاب الأولاد ورعايتهم وتربيتهم والقيام على أمورهم الوظيفة الأس والأساس في حياة المرأة. فكانت المرأة هي صانعة الرجال وصانعة النساء معا، لأننا لولا المرأة
كيف يمكن للرجل أن ينشأ سويا؟ لولا المرأة كيف يمكن للرجل أن يكون عاملا؟ لولا المرأة كيف يمكن للرجل أن يكون منتجا؟ فإنتاج الرجل وعمل الرجل ونجاح الرجل مشروط بتربية حسنة من أمه. نظر الإسلام إلى المرأة على أنها هي المربية الحقيقية للأجيال سواء كانت ذكورا أو إناثا، وبالتالي فمهمتها الأساس في هذه الحياة هي رعاية وبناء الإنسان الذي عليه يقوم بناء الحياة. من هنا لما كانت وظيفة المرأة الحقيقية الأساسية هي قيامها على شؤون أولادها ورعايتها لهم وتربيتهم على القيم وما إلى ذلك، كان من المهم جدا أن نرسم علاقة تضبط عمل المرأة داخل بيتها. فكانت التشريعات الإلهية المتعلقة بوظيفة المرأة ووظيفة الرجل داخل البيت أساسا، وهذه الوظيفة إذا يعني سارت على نحو ما رسمها لها الإسلام مع وظيفة الرجل كانت الحياة سديدة، وإلا اختلت الحياة. من هذا المنظور كان الحجاب واجبا على المرأة، لأنها لو تخلت عن هذا الواجب الذي فرضه الله عز وجل لا اختل جانب من جوانب الوظيفة التي أوكلت إليها. طب دكتور، لا شك أن الإسلام جاء ليبني الإنسان، بنى الذكر وبنى الأنثى وأوجد تشريعات للأطفال وللقواعد من النساء وإلى آخره. السؤال هو الشخصية التي يريد الإسلام أن يبنيها في الأنثى في المرأة من خلال الحجاب، ما دور الحجاب في صوغ هذه الشخصية، في تكريس السمات الشخصية العامة عند المرأة المسلمة؟ الآن لا يختلف إنسان على قيمة الأخلاق في بناء المجتمعات وفي أهمية الناحية الأخلاقية للإنسان، ولا ينكر إنسان أن المرأة لها علاقة بالقيم الأخلاقية وثيقة، سواء منها ما كان إيجابيا أو ما كان سلبيا. وبالتالي فوظيفة المرأة في زرع الأخلاق في مجتمعها أولا، وفي تحققها بعفتها وصيانة نفسها ثانيا، يدخل الحجاب فيه بقوة. ذلك أن المرأة إذا وضعت الحجاب وشعرت أن ينبغي أن يكون هناك حد فاصل في علاقتها مع الرجال، استشعرت هذا في كل موقف من مواقف حياتها. وإذا ما تخلت عن هذا الحجاب، يتخلى عن ساتر أو حاجز بينها وبين القيم السلبية التي يمكن أن تكون تترصدها في المجتمع بسبب طبيعتها الأنثوية. فالمرأة بحجابها تحافظ على عفتها، تحافظ على أخلاقها، وبذلك تربي نفسها على الفضيلة. ثمة من يختلف وتزرع هذه الفضيلة في نفوس أولادها بعد. معذرة دكتور، يعني ثمة من يعني يستدرك على هذه القضية ويقول إن قضية العفة والاستقامة هي قضية ذاتية، إن الله سبحانه وتعالى يعني هدى الإنسان النجدين وهدى المرأة مثل ما هدى الرجل العقل، زرع وأوجد فيها العقل والمحاكمة العقلية والضمير، وبالتالي هذه يمكن أن تكون ضوابط لحماية العفة والشرف، وليس بالضرورة أن يكون القماش أو الحجاب هو الذي يحمي هذه العفة. هو يقينا ليس هو الذي يوجد العفة في نفس المرأة. لذلك أنا ذكرت لك أن القرآن نبه على أشياء مع وجود الستر، ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن. المشكلة ليست في مشكلة الحجاب وحده، إنما في وجود منظومة أخلاقية لدى المرأة تمنعها من أن تبذل نفسها للآخرين بغير حق، بغير وجه حق يعني. فهذا الذي يعني أنا قلت صون المرأة لنفسها لكرامتها. بعد قليل سنتحدث في مقاصد الحجاب، الآن سنأتي عليه. نعم، جانب من مقاصد الحجاب هي أن تعتبر المرأة نفسها صنوة رجلي لا تفرق عنه في مجالات الحياة وفي إيصال أفكارها للناس وفي دفاعها عن الحقائق وفي دفاعها عن حقوقها. كيف يكون هذا المعنى؟ يكون حينما تمنع النظرات التي يمكن أن تنظر إليها من خلال معان مختلفة عما هي تظهر نفسها فيه. أنا أضرب لك مثالا،
لو كانت مثلا محاضرة، تلقي محاضرة، ما الذي تريده من يستمع إليها؟ هي تريد أن توصل فكرها إلى الناس، كما الرجل الذي يقف أمام الناس ويريد أن يوصل فكره إليهم. لكن صنفا من الرجال فيما لو أنها تخلت عن حجابها سيهتم بأمور أخرى غير تلك التي هي تريد أن توصلها للعامة، وهذا سيكون حاجبا بينه وبين الاستفادة من فكرها. فهي حينما تضع حجابها تحمي عفتها وتحمي رسالتها وتجعل نفسها في مصاف الرجال تماما، ليهتم الآخرون بنتاجها وعطائها ولا يهتمون بشكلها وزخارفها. فهذا أنت يمكن أن تزين صورة وأن تحسن صورة مثلا جدار وأن تلفت نظر الناس من خلال رسم، وهذه أشياء كلها لا روح فيها. ونحن نربأ بالمرأة أن تصبح كهذه الأشياء التي هي وسيلة لإرواء شهوات أو لتلبية غرائز، إنما نريدها أن تكون لها رسالتها كما للرجل تماما. ولما كانت لها وظيفة لابد فيها من أن تكون جاذبة للرجال، وهي وظيفة العلاقة مع الرجل، فكانت هذه الناحية ينبغي حينما لا تؤدي وظيفتها أن تنحى جانبا حتى توظف المرأة ما تريد توظيفه من رسائلها. إذن هي في بيتها ومع زوجها تحقق وظيفة عبر ما أعطاها الله إياه من خاصية الجذب للرجال، وخارج بيتها هي تقدم نفسها كالرجال تماما فكرا وعطاء وعملا. جيد أنك عرشت على قضية الأخلاق، يعني الإسلام جاء وبنى منظومة أخلاقية محكمة وركز عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على خلق الحياء عند الرجال والنساء، وهو عند النساء أولى منه عند الرجال. هل ثمة علاقة جدلية أو علاقة عضوية بين الحجاب وبين الحياء، بمعنى أن الحجاب يقود إلى الحياء أم بالعكس؟ هو في الحقيقة أنا أريد أن أذكر مثالين، مثالا من السنة ومثالا من واقعنا. أولا، المثال من السنة يروى أن امرأة فقدت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدها، فصارت تبحث عنه، وهي قد سترت وجهها، فجاء من يقول لها: تبحثين عن وليدك وأنت ساترة لوجهك؟ يعني كيف الإنسان إذا يعني اهتم لأمر مثل فقدت ولدها ينبغي عليها أن تحرص بكل جهد على أن ترى كل زاوية من الزوايا حتى لا تخطئ لقيا ولدها. فقالت له: لئن فقدت ولدي فلم أفقد حيائي، لئن فقدت يدي ولدي فلم أفقد حيائي. نعم، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في أزماننا أخي الكريم، انظر إلى النساء اللواتي يسند إليهن مناصب لها مكانة في المجتمع، خاصة في البلاد التي تتهاون في أمر الحجاب أو لا تشيع فيها ثقافة الحجاب. أنت تجد النساء اللواتي يتصدين للأمور ذات الوزن، يحتشمن في ملابسهن ولا يبتذلن. وكذلك أمام المشاهد العظيمة مثل مشهد الموت، تجد النساء اللواتي في العادة لا يحتجبن، يعني يحجبن بعض مفاتنهن و يعني زينتهن أمام مثل هذا الموقف. هذا يعني هذان المشهدان يعنيان العلاقة بين حجاب المرأة واحتشامها وبين مكانتها وخلقها. المرأة إذا تخلت عن حيائها تخلت عن أنوثتها، وإذا تخلت عن حيائها نظر إليها الناس نظرة دونية أكثر مما ينظرون إلى الرجال لو تخلوا عن حيائهم. لذلك حياء المرأة يتصل بكينونتها الخاصة التي خلقها الله عليها، ويساهم الحجاب في تثبيت هذا الحياء، لأنها تشعر أنها إذا كانت قد حجبت يعني مفاتن جسدها راضية مختارة عن الناس، فهذا يعني أنها تريد أن تحجب عن الناس ابتذالها، تريد أن تحجب عن الناس سقوطها أو اختيارها لطريق غير إخلاقي.
قضية الاختيار من الإلزام أو الفرض هذه قضية مهمة، يعني كنت أدخر سؤالا عنها وسأسألك إياه، لكن ليس قبل أن أسألك عن جملة المقاصد، وهنا بيت القصيد، جملة المقاصد التي أراد الشارع تحقيقها من وراء الحجاب، سواء على المستوى الفردي المرأة أو على المستوى المجتمع أو حتى على المستوى الأممي العالم الإسلامي كله. ما جملة هذه المقاصد؟ الحقيقة هذا حديث يطول، لذلك سأوجز الحديث عنه لا يخل في نقاط. يعني نعم. النقطة الأولى، الله عز وجل أمر المرأة بالحجاب، وذلك في غير ما آية، منها قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وآية أخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلى آخره. يعني عندنا عدد من آيات في سورة الأحزاب وفي سورة النور تدل على وجوب الحجاب. بناء على ذلك، فالحجاب عبادة، والمرأة حينما تضع الحجاب فإنها تمتثل أمر ربها، وهذا مقصد لا ينبغي أبدا أن يغيب عن أذهاننا، هذا مقصد الطاعة، مقصد الطاعة لله عز وجل. المرأة أمة الله كما أن الرجل عبد الله، ولذلك ينبغي عليها أن تطيع الله فيما أمرها، فهذا مقصد حقيقي من مقاصد الحجاب وهو طاعة الله عز وجل. الناحية الثانية، الحجاب يحافظ على المرأة من إساءات الرجال إليها. كل يوم نسمع في مختلف مناطق العالم ظاهرة التحرش، ويبحث فيها كثيرا ويتكلم عنها، والمرأة التي تحجب جميع مفاتنها عن الرجال لن يعني يجرؤ عليها أحد ولن يقترب منها أحد، فهي تحمي نفسها من النظرات المغيضة من أولئك الذين في قلوبهم مرض، نعم، الذين يمكن أن يطمعوا حينما يروا امرأة غير محجبة في أن يصلوا إليها بطريق أو آخر. فهذا الحجاب هو عنوان تقول من خلاله للناس: أنا لست من النساء اللواتي يمكن أن يبيعن أجسادهن مجانا. فإذا المقصد الآخر أن هذا الحجاب يحفظ للمرأة كيانها، ويحفظ لها جسمها، ويحفظها من إيذاء الآخرين. مقصد آخر كنت أشرت إليه قبل قليل، وهو أن تحمل الناس أن ينظروا إلى عملها وعطائها، ولا ينظروا ينشغلوا بشكلها وزينتها، وهي تعبر لهم حينما تضع الحجاب على أنني كالرجل تماما لست ملهاة ولست يعني موضوعا للتسلية، عندي من العطاء وعندي من الفكر وعندي من البناء وعندي من العمل ما هو للرجال أيضا. فلذلك لا تقصروا مهمتي في الحياة على الشيء الذي يدور في أذهانكم. فهي عندما تضع هذا الحجاب تحقق المساواة الحقيقية مع الرجل، حين تمنع المعاني الأخرى التي تصرفها عن ميادين الحياة الحقيقية بهذا الحجاب. هذه نقطة ثالثة، وهذه الفوائد الثلاثة وهذه المقاصد الثلاثة تحققها المرأة. هذه مقاصد فردية، مقاصد للمرأة: مقصد العبادة والطاعة، ومقصد حماية جسدها، ومقصد مساواتها مع الرجل فيما تصح فيه المساواة، وأيضا هو إخبار منها للآخرين بأنها ليست ممن يظنون أنهن يمكن أن يبعن أنفسهن. فهي رسالة أيضا للرجال أنها ليست من ذاك النوع، فهي حققت بذلك هذه المقاصد. بالإضافة إلى المقصد الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو المقصد الأخلاقي، ومقصد مهم جدا، وعلاقة الحجاب بالعفة والحياء ومنزلة الحياء من المرأة، وكيف أن المرأة إذا فقدت حياءها فقدت أنوثتها، وكيف تحولت عن ما تكون به متميزة بين الناس ومحققة لوظيفتها في الحياة. فهذا الحجاب يعطي هذا المعنى أيضا، المعنى الأخلاقي، ارتباطه بالعفة والحياء، وهو من المقاصد التي تجلبها المرأة لنفسها. كل هذه المقاصد كما ذكرت فردية بالنسبة لها.
طيب نعم. يعني أنا أريد أن أذهب معك إلى المقاصد العامة، لكن كما لو أني فهمت من كلامك أن الإسلام يريد شيوع خلق الحياء بين النساء من خلال فريضة الحجاب، شيوع خلق الحياء نعم. انعكاساته على المجتمع الإسلامي، لماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يعم المجتمع الإسلامي خلق الحياء؟ نعم، وفي الحقيقة أولا الحياء قيمة أخلاقية بذاتها، ولا نستطيع الآن يعني أن نطيل الحديث في فلسفة الأخلاق، لكن على كل الحياء أثر العملي للحياء على المجتمع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة جدا والحديث صحيح، حينما كان أحد الناس يعظ أخا له في الحياء، يعني يقول له أنت تستحي كثيرا، ينبغي عليك أن تتخفف من هذا وكذا، مر النبي صلى الله عليه وسلم واستمع له هكذا، قال دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحياء جزء من الإيمان، لماذا؟ لأنه في الحقيقة الإيمان فطرة والحياء فطرة. القيم الأخلاقية قيم مرتبطة بالفطرة الإنسانية، فالإنسان يستهجن الأخلاق السيئة ويحب الأخلاق الجيدة، وبالتالي الحياء بالفطرة أمر تطلبه النفس البشرية. لكن أنا أريد أن أسألك دكتور، معذرة على المقاطعة حتى لا يدركنا الوقت، الحياء عندما يشيع في المجتمع، ما الأثار العملية المترتبة على شيوع هذا الخلق في المجتمع؟ ما الفائدة المتحققة من ذلك؟ هذا سيوصلنا بمقاصد الحجاب في المجتمع الحقيقة، يعني سينقلنا إلى هذا، لأن في الحقيقة يعني قضية الحياء هي الشيء الذي يمنع الإنسان من أن يجرؤ على تصرفات غير أخلاقية في كل مجالات الحياة. يعني الحياء أحيانا يمنع الإنسان ولو لم يكن متدينا، يمنعه من السرقة، يمنع الحياء الإنسان من أن يخرج ويتصرف تصرفات لا تليق بالناس، يمنع. إذن الحياء خلق يمنع الإنسان من أن يتنازل عن إنسانيته، فكأنه سمة تحافظ على إنسانية الإنسان، ولذلك دائما الحياء يمنع الإنسان من أن يتبسط فيظهر بمظهر غير لائق أمام الناس. نعم، لكن بخصوص الحياء الذي يرتبط بالعلاقة بين المرأة والرجل، وهذا جانب مهم جدا في حديثنا، هذا يمنع الحياء الرجل من أن يقترب إلى امرأة لا تحل له، ويمنع المرأة من أن تقترب من رجل لا يحل لها، وبذلك تنتشر العفة في المجتمع، وينتشر إلى جنب ذلك الراحة النفسية التي تضمن لكل الجنسين أن يعملوا بدون مخاوف. تصور أن امرأة تعمل في مصنع، وإحصاءات العالمية يعني تضج وهي مشهورة جدا، كم يساء إلى النساء في خلال أعمالهن، فلو أن المرأة عرفت أن من حولها حيي لا يمكن أن يسبب لها أذى، وعلم الذين حولها أنها حية لا يمكن يعني أن تقبل الحد الأدنى من سوء الأخلاق، هذا يحفظها هي ويحفظ من حولها ويحفظ أداءها في العمل وإنتاجيتها. فإذا الحياء خلق عام يمنع الإنسان من أي تصرف لا أخلاقي، وهو في علاقة الرجل والمرأة أكثر أهمية، لأنه السبيل في الحفاظ على العلاقة السليمة بين الرجل والمرأة، العلاقة التي تكون بين الرجال أنفسهم وبين النساء أنفسهن. يعني كيف تكون المرأة مع المرأة لو كانتا متساعدتان في عمل؟ ستكون كذلك علاقة المرأة بالرجل طالما أن الحياء يمنع التجاوز حتى لا يخرج المقصد الأساسي اللذان يعملان من أجله. يعني أريد أن أستنتج، أو استنتجت من كلامك وخلصت إلى ما أرجو أن تصوبه لي إن كان خطأ، أن الحياء، أن الحجاب يعني ركيزة أساسية في بناء خلق الحياء عند المرأة، وأن هذا الحياء إذا ما تحقق بسبب من الحجاب وعوامل أخرى فهو بالنهاية يوصل إلى تحقيق مقاصد ضرورية وكبرى في الإسلام، مثل الحفاظ على النسل والحفاظ على المال، أليس كذلك دكتور؟ هذا جانب صحيح في مجمله، وأنا لكن أريد أن أقول شيئا، الحياء فطرة كما ذكرنا، وبالتالي الناس كلهم يولدون على الفطرة، الأصل أن الإنسان يولد وعنده شيء من الحياء. الآن الذي نريده نحن أن نعزز هذا في فطرة الإنسان،
وأن العوامل التي تحاول أن تغطي على فطرة الإنسان ينبغي أن نبعدها حتى يعود الإنسان لفطرته. فالآن من فطرة المرأة رغبتها في إظهار جمالها، ومن فطرة الرجل رغبته في رؤية جمال المرأة، هذا أيضا فطرة. فهناك تنازع، ولحكمة بالغة جعل الله هذا التنازع في الإنسان. لكن لما وضعنا الحجاب غلبنا جانب الحياء في العلاقة، حيث لا نريد لها أن تستثمر خارج البيت. وحينما نزعت المرأة حجابها في بيتها حققت المقاصد التي يريدها منها الشرع في وما أعطاه الله عز وجل من أمور تجذب الرجال إليها. فحين خلعت الحجاب كان مقصد في خلعه، وحين لبست الحجاب كان مقصد. والحياء يرعى ويساعد رسوخه بلبس المرأة لحجابها. هل الحجاب هي يعني من حيث الشريعة، طبعا وصولا إلى تحقيق المقاصد، هي قضية اختيارية أم قضية إلزامية في الإسلام؟ وفي الحقيقة طبعا الحجاب واجب، فرض واجب، وهو قطعي لا يمكن أن يعني تتسرب إليه التأويلات. ذلك قضية قطعية، تعلم أنت أن أحكام الشريعة فيها القطعي وفيها الظني، والظني يمكن أن يعني يناقش فيه وأن يختلف فيه العلماء. وأن أما الحجاب، أم يعني الحجاب وغيره من تعليمات هي في الحقيقة مساحتها صغيرة في الإسلام، يعني مساحة القطعيات في الإسلام ليست كبيرة، لكن من هذه القطعيات الحجاب. فالحجاب أمر واجب على المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة التي اختارت الإسلام دينا لها ينبغي عليها أن تطيع ربها في مستلزمات إسلامها وإيمانها وأن تضع الحجاب. لكن هل هذا يعني أن على مثلا الزوج أن يجبر امرأته على وضع الحجاب وهي غير مقتنعة به، أو أن الأب يجبر ابنته على لبس الحجاب وهي غير مقتنعة به؟ أنا أقول مشكلتنا في التربية. لذلك انظر يعني قصة سيدنا نوح عليه السلام، كيف يعني تصرف ابنه معه، يعني وما آل إليه الأمر، حتى إن الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في القراءة عمل غير صالح، يعني لعمله، إذن أخرجه من نطاق الأهل. وظيفة الأهل في التربية مهمة جدا في زرع قيمة الحجاب في نفوس بناتهن. على الأم أولا بسلوكها هي بلبسها لحجابها وحرصها عليه، وثانيا في توجيه بناتها وإرشادهن للحجاب منذ صغرهن، تربيهن على الحجاب وتبين فوائد الحجاب، وتبين أن هذا يساعد على عفة المرأة، وأنه حماية لها، وأنه من مظهر مساواتها مع الرجال، وتبين لها الوظائف التي ذكرنا بعضها والمقاصد التي أطلنا فيها بالنسبة للمرأة نفسها. فإذا زرعت في نفس ابنتها هذه القيمة، لو طلبت إليها بعد أن تكبر أن تخلع حجابها لن تخلعه. مشكلتنا أحيانا أننا نقصر في تربية بناتنا على الحجاب، فإذا كبرنا أردنا إجبارهن على الحجاب. أين كنت عندما كانت بنتك عجينة مرينة يمكن أن تكيفها كما تشاء؟ فأنا أحمل المجتمع الذي ترفض يعني بناته أحيانا أن يضعن الحجاب، وحمله مسؤولية عظيمة في التربية وفي شيوع يعني قيمة الحجاب في ضمن الأخلاق المجتمعية. يعني ينبغي أن يكون هذا حديث الناس، ينبغي أن يكون شيئا ضمن قيم المجتمع التي يدافع عنها، كما يدافع عن الصدق، كما يدافع عن الأمانة، ينبغي أن يدافع عن الحجاب. لأن الحجاب كما رأيناه له وظائف عظمى، كما هي وظيفة الصدق وكما هي وظيفة الأمانة. هناك ظواهر كثيرة منتشرة في المجتمع الإسلامي، كأن تجد مثلا فتيات محجبات لكنهن لا يصلين أو لا يصمن أو لا يقمن بكثير من الفرائض الإسلامية، كما لو أن الحجاب هنا تحول إلى عادة مجتمعية يراعى فيها الأهل والمجتمع والحي والأقرباء أكثر مما يراعى فيها الله سبحانه وتعالى. متى
وكيف يتحول الحجاب من عبادة تقوم المرأة فيها بوحي من إرادتها تنفيذا لأمر الله وتحقيقا لمقاصد الشارع، يتحول إلى عادة تراعي فيها المجتمع أكثر مما تراعي فيها صاحب التشريع؟ الحقيقة الجواب عن هذا بسيط جدا، وهو برده إلى أصل مفهوم العبادة والعادة. يعني كل العادات التي يمكن أن يتصرفها الإنسان وتكون عادات إيجابية، لو فعلها بنية صالحة فإنها تتحول إلى عبادة، وهذه من خصائص الإسلام. كل عادة إيجابية يتصرفها الإنسان، أي عادة، ما مثلا لنقل الأكل الشرب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت لو أنه وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ فالنية هي الشيء المميز بين ما يكون عادة وبين ما يكون عبادة. حينما تضع المرأة حجابها بنية طاعة ربها يكون عبادة، وحينما تضعه لأنها لا تريد أن تكون شاذة عن إخوتها، أو لا أو تخاف من أبيها، أو أن مجتمعها يشيع فيه هذا، أو أن تصبح عادة لا تلبث أن تتخلى عنه عند أقل امتحان. وهذا رأيناه بأعيننا، رأيت مرارا، أنا ليس مرة ولا مرتين، في أسفاري سواء في الطائرة أو في الحافلات، كيف أن هناك نساء مسلمات يغطين وجوههن إذا ما غادرن حدود البلد التي هن فيها، خلعن الحجاب كله. وفي سفرة السنة الماضية إلى الحج، يعني كانت معنا نساء ومتكشفات، ما إن أعلن عن وقت الإحرام والاقتراب من جدة كما تعلم، نعم، عندما اقتربنا من جدة إذا رأيتهن يبدأن يلبسن ملابسهن شيئا فشيئا، إلى أن غطينا كل شيء في أجسادهن، يعني حتى وجوههن، حتى يعني أكفهن، وكنا أمامنا لا يرضعن الحجاب. إذن تحول عندهن الحجاب إلى ماذا؟ إلى عادة. سبب ذلك يعود في اعتقادي أنا إلى ما أشرت إليه من قبل، قضية التربية. لو نحن ربينا الفتاة على أن هذا الحجاب هو أمر ربها، لذلك أنا ذكرته المقصد الأول بالنسبة للمرأة، نعم، أنه أمر ربها، وأنها بذلك تحقق عبادة وطاعة لله عز وجل لا بد من الالتزام بها، نعم. ثم زينا ذلك بذكر بقية المقاصد التي تساعدها على التزام حجابها، لن تترك حجابها يوما. لذلك هذا من الخلل في المجتمعات، عندما تجد امرأة تلبس الحجاب ولكنها تقصر في فرائض في مثل أهميته. لكن على أهمية ما تذكره دكتور، يعني ثمة نقطة دقيقة، يعني المرأة إذا كان ما لبست الفتاة أو المرأة الحجاب عادة وخوفا من المجتمع أو الأهل، فإنها لا تؤجر بحسب نيتها، لأنها لا تقوم بذلك امتثالا لأمر الله وإنما خوفا من المجتمع. لكن من حيث المقاصد الكلية والعامة في المجتمع، إنما عندما تضع الحجاب حتى لو وضعته عادة فإنما تحقق مقصدا من مقاصد الإسلام، وهو صحيح شيوع المظهر العام. صحيح. طيب أليس ليس فقط الشيوع، يعني كثير من المقاصد تتحقق، نعم، كثير من المقاصد تتحقق. من ذلك مثلا، نحن ما أطلنا في مقاصد المجتمع وأشرفنا على يعني نهاية الحلقة، لذلك يعني مقاصد المجتمع ستتحقق إذا وضعته ولو بالعادة، ولو لم يكن عبادة، هي بالنسبة لها ستخسر كثيرا لو أنها وضعته لأجل العادة وليس لأجل العبادة، لكن المجتمع سيستفيد. يستفيد المجتمع ولا تستفيد هي؟ هي تخسر، والمجتمع والعالم من حولها سيستفيد يقينا. بقي عندي دقيقتان في البرنامج، وهذا عرف في برنامج مقاصد هذا، يعني أترك للضيف أن يتحدث فيه في موضوع الحلقة مما لم أسألك عنه في ثنيات هذه الحلقة. ما شاء الله، الحقيقة وموضوع الحجاب يعني موضوع واسع، وكنت أنتظر أن نتحدث فيه أكثر، فإذا الوقت قد داهمنا. حقيقة أنا أريد أن أوجه نصيحة، ونحن في بلدان الاغتراب، وأوجهها أيضا لأخواتنا القاطنات في أوطانهن. هناك ثقافة غازية لا يتردد أحد في وجودها، هذه تريد أن تشككنا في قيمنا وفي عباداتنا وفي ديننا
وفي ما تستقيم فيه مجتمعاتنا. أنا خطابي أولا للنساء أن يعتبرن هذا الحجاب يعني عبادة يتقربن بها إلى الله عز وجل، وأن يعتبرنه رسالة يخبرون بها عن عفتهن وحيائهن وعن تحقيقهن لوظيفتهن في المجتمع، وأنهن كالرجال فيحققون مساواتهن بالرجال من خلال هذا الحجاب. وأتوجه بالخطاب إلى أولياء البنات سواء كنا نساء أو رجالا، يعني الآباء والأمهات، فأقول لهن حافظوا على حجاب بناتكن لا من خلال أمرهن بعد البلوغ، إنما بالتدرج معهن بالتربية عليه منذ صغرهن. وضروري جدا أن نزرع في نفوس بناتنا منذ صغرهن الحياء والعفة وحب الحجاب حتى لا يستثقلنه إذا كبر. هذا الأمر مرتبط بالهوية الإسلامية في المجتمع. هذا بلا شك، هذا بلا شك. وأنا أوجه الخطاب إلى المجتمع أيضا في أن على أفراده أن يعني يبرزوا أهمية الحفاظ على هذه المظاهر في المجتمع. لابد لهم، لابد لأبناء المجتمع أن يشاركوا في شيوع هذا السلوك. أنا عندما يعني أنظر إلى المرأة المحجبة نظرة مختلفة عن نظرتي إلى المرأة غير المحجبة أكون قد أضررت لمجتمعي أنا. فعلى أبناء المجتمع إذا وجدوا المرأة قد حافظت على حجابها أن يساعدوها على حفاظها على حجابها، وأن يساعدوها على حرصها على حجابها. فهناك مسؤولية على البنت نفسها وهو أن تحافظ على حجابها، ومسؤولية على أهلها أن يربوها على حجابها، ومسؤولية على المجتمع أن يساعد البنت على حفاظها على حجابها. أشكرك دكتور، ويعني انتهيت مع نهاية الوقت لهذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا على طيب هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الدكتور أحمد السعدي عميد كلية الشريعة في أكاديمية بشك شهير بإسطنبول. كل الشكر لكم، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.